السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا في قناتي مروة زهرة. إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو للصف الثالث الابتدائي في مادة اللغة العربية. هقدم لحضراتكم ريفيو عن محتوى كتاب الباهر للفصل الدراسي الأول بشكل بسيط جدا، وإزاي تقدري تقدمي شرح لمادة اللغة العربية سواء كان بيسمعوني الأمهات أو المدرسين بطريقة بسيطة جدا. قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى كلكم تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة اللي أنا بنزلها، وكمان تسيبولي في التعليقات اسماءكم عشان ابدأ اتعرف على حضراتكم واعرفكم. اول حاجة الكتاب المحتوى بتاعه بسيط جدا ولذيذ، بيبدأ اول حاجة معايا من البداية خالص اهوت. بحب اعرفكم عارض عامل اول حاجة مراجعة على ما سبق دراسته، كل القواعد النحوية زي ما انتم شايفين بيراجع في الاول في البداية خالص على الاسم والفعل والحرف والجملة الاسمية والجملة الفعلية، وجايب سؤال بسيط على تحليل المقاطع الصوتية. كل الحاجات دي درسناها في الصف الثاني الابتدائي وفي الصف الاول زي ما انتم شايفين، ده بداية الكتاب مراجعة على النحو السابق دراسته كاملا. بعد كده بيبدأ زي ما انتم شايفين الدرس الاول او المحور الاول اللي هو بعنوان من اكون، وبادئ فيه الموضوع الاول بعنوان جسم السليم، ودي وحده لذيذه جدا مقدم فيها قصص الاستماع. انا يا حبايبي عايزاكم تبداوا تقسموا المنهج اللغه العربيه ده لثلاث اقسام. قسم بيتكلم عن حاجه اسمها التعبير الكتابي، وانا في التعبير الكتابي ده هندرس مع بعض في حاجه زي ما انا مقسمها لكم كده. عندي في التعبير الكتابي 6 مواضيع انا عايزه اعلم ابني يقدر يكتبهم بطريقه بسيطه. اول حاجه عندي نموذج كتابه لافته مصوره وهوريها لكم دلوقتي، الكتاب عارضها بطريقه بسيطه، وعندي ازاي اقدر اعلم ابني يكتب يعني ايه كلمه مطويه وايه الفايده اللي هيستفادها لما يقدر يكتب المطويه ديت، وكمان عندي حاجه اسمها كتابه قصه وكتابه فقره وكتابه خبر في جريده وكتابه رساله اقتراح. دي حاجه اسمها ده قسم عندي من اقسام اللغه العربيه اسمه التعبير الكتابي. القسم الثاني اللي انا عايزاكم بقى تكونوا منتبهين ليه اسمه قصص الاستماع. عندي اول قصه زي ما انتم شايفينها كده قصه اسمها اخاف من العدوى، الدرس ممتع جدا مشيق، بقدر اخلي ابني يقرا الدرس بطريقه بسيطه ومميزه، يحفظ اهم المعاني الكلمات فيه مش شرط كل المعاني دي، الكتاب عارضها ورا الدرس على طول، ودي شيء مميز في كتاب الباهر انه دايما بيعرض المعنى والمضاد والجمع والمفرد ورا الدرس على طول مش في كتاب تاني عشان ما نتلخبطش، وكمان بدأ عارض اسئله مميزه جدا للدرس بشكل ممتع وبسيط. الاسئله دي يا حبايبي بتكون ملائمه لمستوى الطالب المتوسط والضعيف والممتاز، يعني الكتاب ما شاء الله عليه قيم لجميع المستويات. شوفي بقى حضرتك انت مستوى ابنك ايه وهو يقدر يحل ايه. لو ابنك مستواه مثلا ضعيف بتبداي معاه بحل الاسئله البسيطه الاول في الكتاب زي مثلا الاختياري التوصيل، بعد كده لو طبعا مستواه بيرفكت ممتاز بتسيبيه يحل لوحده ويقرا السؤال لوحده ويبدا يحل كل الاسئله اللي موجوده على الدرس. عندي بقى بعد كده حاجه اسمها قصه، القصه دي كده زي بمشابهه الدروس بقى اللي احنا كنا بنتناولها في المناهج القديمه، وعندي قصه اسمها قصه ادوات الشخصيه بتتكلم قصه لذيذه برده، والقصه سهله وجميله جدا بتبقى عباره عن فقرات. انا بحب اخلي الطالب اللي تحت ايدي يقرا الدرس الاول من نفسه وبعد كده انا ببدا اقرا الدرس مره تانية ويخليه يفهم قصة الدرس ده بتتكلم عن ايه، بنحفظ مع بعض اهم معاني الكلمات اللي جت في الكتاب المدرسي لان القصة بتذكر في الكتاب المدرسي ولكن قصص الاستماع ما بتجيش في الكتاب المدرسي. بعد كده عرض الكتاب كل الاسئلة عليه زي ما انتم شايفين كده اسئلة متنوعة زي ما انتم شايفين. اهم حاجة عندي طبعا سؤال النحو ده اللي هو بيكون عبارة عن اقرأ الفقرة التالية وابدأ استخرج منها استخراجات نحوية مهمة جدا، وكمان حل المقاطع صوتية زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. بدأ بقى يعرض معايا حبايبي النحو، النحو عرضه بطريقة مميزة جدا. عندي في النحو في الصف الثالث الابتدائي حاجة اسمها الأساليب، والأساليب دي أنا عرضها معاكم في فيديو كامل، عرضت في الفيديو ده اسلوب الامر واسلوب النهي واسلوب النداء واسلوب الاستفهام واسلوب التعجب. ال5 اساليب دول طالما هبدا اشرح اسلوب حتى لو انا هشرح اسلوب النهي بالمره بقى ابدا افهم الطالب اللي تحت ايدي اسلوب الامر اسلوب النهي اسلوب النداء اسلوب النفي اسلوب التعجب علشان يبقى خدهم، وبالمره اسلوب الاستفهام لان دول هيتوالوا معايا في الوحدات اللي جايه بعد كده ان شاء الله. بعد كده كمان عرض معايا نشيد صحتنا سر سعادتنا، النشيد جميل
جميل جدا ومهم، وبحب ولادي يحفظوه ويقدروا يكتبوه من نفسهم. وكل حصة لما بيجولي بخلوهم يكتبوا النشيد لوحدهم في بداية الحصة، وكمان بنبدأ نسمع مع بعض معاني الكلمات دي، وبرضو بأكد على أهم معاني الكلمات اللي موجودة في الكتاب المدرسي، دي حاجة مهمة جدا، والمضاد والمعنى. وببدأ أخليهم بقى يبدأوا يكتبوا أبيات شعر من نفسهم، يعني مثلا ممكن أملي الطالب من نص النشيد واديله يتملى، او من اول النشيد او من اخر النشيد، مش شرط التوالي او الترتيب في حفظ النشيد، علشان يقدر يكمل من نفسه بعد كده في اي سؤال يقابله. شايفين الكتاب ما شاء الله عارض جميع المحتوى بتاع النشيد بشكل بسيط جدا زي ما انتم شايفين، وبعد هنا بقى عارض جزء للجزء اللي هو اسلوب الامر. زي ما انا قلت لكم هناخد نحو، هناخد فتح في كلمه الاسلوب، يبقى انا ابدا اعرض الاساليب كلها مره واحده على الطالب اللي قدامي. دي بتبقى اسمها حصه نحو او حصتين نحو، واشمل معايا واشرح كل الاساليب مره واحده واخلص من الموضوع ده. بعد كده جايب معايا بقى التعبير الكتابي زي ما انا حكيت معاكم، نموذج كتابه لافته مصوره بالشكل اللي قدامكم ده، وجايبها بترتيب وشكلها جميل، وجايب جمل اقدر اقدمها عليه، وجايب تقييم للنحو زي ما انتم شايفين، وبيعرض بقى المره دي الاسم والفعل والحرف، وجايب انواع الفعل، فعل الماضي والفعل المضارع والفعل الامر، وجايب اختبار بسيط عليه اسئله شامله عليه. وبعد كده دخل في الموضوع الثاني الغذائي الصحي، وجايب قصه الاستماع الثانيه اللي عندي في المنهج، الاطعمه البحريه قصه لذيذه برضو ممتعه، اي فيها بعض انواع الماكولات البحريه الغريبه شويه عن ولادنا، بس بعد كده في نهايه الترم الاطفال بتحفظ الكلام ده كويس جدا وبيسمعوه وبيبقوا حابينه، يعني ما تستصعبوش الامر على حضراتكم، الموضوع بيبقى سهل جدا، لان احنا جربنا السنه اللي فاتت وفي نهايه الترم لقيت كل العيال حافظين كل الكلام ده معايا، وكان بسيط جدا. بعد كده زي ما انتم شايفين كل الاسئله قدامكم بسيطه جدا اهي، وممتعه على الدرس جدا باسلوب شيق. بعد كده بيتنيل على القصه اللي هي بمثابته الدرس زي ما انا فهمتكم، طبق الطعام جايب الدرس ممتع ولذيذ برضو، وعرض على جميع الاسئله، المعاني، المضاد، الجمع، المفرد، زي ما انتم شايفين المحتوى بسيط جدا. بيعرض بعد كده عارض نحو معاكم اهوت، وبادئ يشرح الفعل المضارع بالتفصيل، وبيبدا يجيب امثله عليه، وجايب صور يبدأ الطالب يعبر عنها من نفسه، وجايب كمان حاجة اسمها شبكة المفردات تقدري تكملي، وبعد كده جايب بعد كده نص معلوماتي، اسم جسمي وعناصر الغذاء، زي ما انتم شايفين عارض الكتاب كله زي ما انتم شايفين قدامكم اهو نحو. بعد كده عرض درس اسمه لام التعليل وادوات الاستفهام، ودرس مهم جدا، وعرضه وشرحه بطريقه بسيطه جدا، وجايب اسئله عليه زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى دخل على النوع الثاني من تعبير الكتابي، وهي ازاي اقدر اكتب مطويه، وان شاء الله انتظروا مني فيديو جميل جدا بجهزه لحضراتكم، هشرح فيه كل مواضيع التعبير الكتابي ده بطريقه بسيطه جدا ومميزه، وهحل داخل الفيديو الاسئله اللي هتكون موجوده في الكتاب المدرسي، عشان تقدروا وقت ما الدراسه تبتدي ان شاء الله تقدروا ترجعوا للفيديو بتاعي وتحلوا معايا الواجب من نفسكم. بعد كده عندي ازاي اقدر اكتب مطويه، وجايب تدريبات عليها بسيطه، ودخل على الموضوع التالي، الموضوع الثالث اللي هو روحي الرياضيه، وبدا يحكي بقى على الفوز الحقيقي، قصه استماع ممتعه جدا، جايب انشطه سهله عليها، وجايب اسئله جميله. بعد كده دخل على كمان الحركات القصيرة والحركات الطويلة، وازاي ابني يقدر يفرق بينهم، ده نحو وكتابة للطالب اللي يحس نفسه ضعيف القراءة والكتابة، عرض علينا وجايب قصة انا قوي، وجايب كمان قاموس الباهر في المعاني، اسئلة مميزة زي ما انتم شايفين. بعد كده بدأ يعرض معايا زي ما انتم شايفين اهو، دخل على نص معلوماتي اسمه اصغر سباحة، درس مهم جدا ولذيذ، ايات الله ايمن عباس، شخصية مميزة جدا، هتعرفوا معاني الكلمات ليه. وبعد كده دخل على اسئله للدرس بشكل بسيط، دخل عرض معايا عامل معايا فقرات نحويه كتير جدا، اسئله فقره ده مهم جدا، بيدرب الطالب للمرحله اللي بعد كده للصف الرابع، لما هيكون هياخد ان شاء الله ياخد يدخل الامتحان تجيله فقره نحو زي كده، يبدا يطلع منها اسئله، يحلل مقاطع صوتيه زي ما انتم شايفين. دخل بعد كده بيشرح الفعل الماضي، وجايب عليه اسئله وجايب عليه امثله كتير،
وجايب بعد كده نموذج كتاب القصه مصوره. القصه بتكون عباره عن صور قدامي وانا ببدا احكي كانها حدوته، طبعا بحكي الصور اللي قدامكم، وانا هشرح الكلام ده في فيديو لوحده عشان اقدر افهمكم. بعد كده بيعرض معايا التعبير الكتابي وجايب اسئله عليه، وخلصنا الجزء الاول، الموضوع الاول والثاني والثالث، جايب تقييم ثاني وبيعرض فيه على كل الاسئله اللي احنا خدناها بشكل مميز جدا، وتقييم ثالث كمان، وجايبين الكتاب اسمه العالم من حولي، ده الموضوع الثالث، ده المحور الثاني، وجايب الموضوع الاول اسمه الكوكب الذي نعيش عليه، جايب قصه استماع اسمها فكره ومعلومه شرحها بطريقه مميزه جدا، عارض الاسئله حلوه قوي 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 زي ما انتم شايفين، وكمان عندي قصه، وعندي هنا النحو اهوت بيعرض كمان درس مهم جدا اسمه الالف اللينه نطقا وكتابه، هو عارضها بطريقه سهله برضو الكتاب، وجايب لي كمان قصه في منزلي فراشه، شايفين الصور مبهجه ازاي وممتعه والمعاني ورا الدرس على طول، الاسئله كتير ومميزه داخل الكتاب زي ما انتم شايفين. النشيد الثاني ارض الموطني، وهو اصلا الكتاب مش مقرر فيه الا نشيدين، صحتنا سر سعادتنا وارض موطني زي ما انتم شايفين. رحنا على الموضوع الرابع معايا اللي هو نموذج كتابه فقره، بتبقى بسيطه جدا وبيعرفني الفقره دي بتتكلم عن ايه وايه اللي هي الهدف من كتابه الفقره ديت، وانا هشرح الموضوع ده، يعني بيحلل الفقره اللي هي بتبدا جملة افتتاحية مثلا، واستخدامات الحاجة اللي بتتكلم عنها الفقرة دي، والمميزات بتاعتها، والجملة الختامية. ده كل محتوى الكتاب، محتوى جميل جدا زي ما انتم شايفين. مش عايزة اكون مطولة عليكم كتير جدا. في نهاية الكتاب جايب تقييمات حلوة قوي قوي، بعد ما خلص جايب تقييم اول، وجايب التقييم الثاني، وجايب تقييم ثالث، جايب شوية امتحانات حلوين قوي في نهاية الكتاب، وكمان عارض كل اللي احنا خدناه، كل الاساليب النحوية وكل التدريبات، قطع إملائية. كتاب مميز جدا يا جماعة، تقدروا تشتروه وترجعوا لصفحة الباهر على الفيسبوك وتطلبوهم وتكلموهم وتستفسروا منهم على أقرب مكتبة موجودة جنبكم، ويوصلوكم بالعنوان بتاعها وتقدروا توصلوا للكتاب. دعواتي ليكم جميعا بالنجاح والتوفيق، بتمنى يا رب أكون بقدم لكم معلومة مفيدة. دعواتي ليكم تاني مرة تانية بالنجاح والتوفيق، تحياتي ليكم مروة زهران.